دسمه يجي النوم اخر حلو بعضهم يجي قلبي يجي شيء اتوقع المقلب اللي بالي ما مش الا علي يعني مش علي من ما مش الا علي والله انا قصدك انه صدق ولا ايه انا صدقت على طول كلهم صدقوا بس مزعل قلت خليني اطلب كبودي بس شو يقول طاز قال بس شو يقول يا رجال سامحه في وجهي هذه عندك قال يا مقلب ليش تخلي اطلبك ليش تخلي اطلبك انت طلبتني انا وش اسوي لك انا طلبتني ايه لا سلطان ايش قال ايش قال ما ادري والله يا اخي سلطان بارد لا 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 قام هو قال ايه انا في وجه امك يقوله نجي جاب نقطه ضعفها يعني يقول سلطان لا قال ارحم امك ورا الشاشه ظني ايش قال ايه هو يجي في طاري امك سلطان مريض يعجبني والله يعجبني مبارك على طول استسلم مبارك ايه هذا في غرفه النوم لا يا رجل علبه والله هنا إيه؟ واجه مثل الحوش انت وينك اليوم؟ انا ايه مضبطوها انا من اول بسوي ذي الحركه مبارك اسمح تصاممني تعال تعال تبي صح مبارك ايه روح مبارك يا لبى ايوه تعال يا جعل نمزه تعال ايه خلاص ايه جار الطاري اسمع عيد المقلب سعد مو مصدق انفخ انفخ هذا المقلب ما شفته انفخ ايش مقلبه؟ حق مضاربه اي مضاربه هذه؟ انت ترضخون للبارح انت وايد ترضى يلعبون عليك من الصبح صح؟ شايفين مخافة؟ ليه؟ تلعبون عليه؟ ليه؟ تلعب علينا الحين شوف شوف حجان شوفه ها؟ منشد ولا كبره ولا تحس رادي وشخصية كمل كمل فيه نوم تضحك عليه؟ فيه نوم تضحك عليه اطلع بيك ولد اشرح لي اشرح لي اشرح لي مقلب خفيف يعني لا 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 ما كنت تدور ما عليك من يزعلوا ما حضرت المقلب والله زعلوا اقلبوا علي يا ولد انا استحيت من سلطان ها؟ ليه؟ استحيت منه ايش قال لك سلطان؟ يا مسكني يا ولد تريجي انت عفافة لا عطى التخطيط من اول يا رجال جلس على ايام وسالف انا مخطي لها قبل حلو ما ادري ايش قال قلت يا رجال ما عندك سالفه انت يا رجال واقوم اجلس مع الجلسه الثانيه حلو عيوني بلفت اني انا ماسك نفسي حلو تعرفون انتم عاد ردت متفقين ولا متفقين؟ احنا متفقين ايوه تعرفون عاد انتم ردت فعل عليان صامت وكذا نظرات شيء يقول قلت يا رجال اخا بس واخر مني هنا واجع وين؟ وازع من الفروه بعنا راقد لا ايش تم قوم هناك بدايه المقلب هم رحت الجلسه الثانيه هم عقب عاد شد انا بالكلام كان عندي ركان السهلي قلت يا رجال قال يا رجال ما ادري ايش قال مهدي والله ايش قلت يا رجال اصلا ما قبلتك اصلا من يوم جيت انت من القناه هذه انا ما قبلت المهدي قال عدنا فجوا والله ضبطتوها انا الرجال جايك فاروته عدى باقي احلى له يا ولد باقي خمس دقائق تو عنو 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 ايه يا ولد ريال ما حضرت المقلب بالله عيدو تخيل مقلب يا ولد يعني لا لا اول شيء سولف تعال تعال ما قبلتك ما قبلتك بس بيني وبينك انت بارد لا ضبطها ضغط صياح يا ولد ما قصر انا ثاني يوم بردنا وشوف بندر على علي يا ولد ما غدنا الله يجزاه خير ويطول في عمره مع سالفه بالكتاب نبيها تخلص نبيها تخلص ما خلصت في الاخير حكى ذا عطتنا كلام قلت يا رجال عين خير يا رجال ما اقول مشكله قلت ما يتل... ثلاجه انا ما ادري احسن اخر شيء قلت هرجت بعدين ايه؟ قبل نص ذاك هرجت ثاني راكان راكان اللي صدق خلاص تصير معه راح خلاص ما عاد يرجع ايه تعال تحت البث انا بس بس والله انكم ضبطتوها واللي يقول ماكم داعي خليه يا رجال هذا مزح يا ولد اللي ابغى اسولف ابغى جدول بس شفتها شوي قال ايش كيف تخوني اطلبكم بوجهي ترمون وجهي لان جات دقت عشاني عشاني بوجهي سامحه قال زين يا من تفلت وهي تفلت يقول سامح ادى لنا سامح باقي خمس دقائق ولد انا وجهي صدام يوم مسكك طلع من قطعنا اضرب شفت مقطع كذا ضربت فروه؟ هذا كل يوم برسم لك اياه الفروه اخوي ولد انا مو انا فراي لو طايح انا ما ادري يعني والله ضحكت شو هو ترى انا ما اثر هو راقد هو راقد وانا مشيت تقحصت اثنين وانا الحقكم الحقكم وراس قلت هو شطاني ما يقومني هو شطاني بالغلط انا قلت معه يوم قاعد مقرب يعني قلت الفروه طاح مع الفروه بالخفه الخفه وين بس جاني شعور بالبطن ذاك اوكي جانا طلعت بغيت ابكي لحالي ان شاء الله طاح طيحه قويه اقوى ما عندي ضربت حالي ما جاني شيء طحت يا اخوي تضرب فروه ما اسوي شيء اجل ما في عليا انا صامت كذا
هوت 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 انا انا ايش رجع يا اخي تحك فقره حلوه يقعد سلطان استحيت منها اذا عندي يوم سلطان كل من قمت والسبه كلها انا اقول انس انا داري انس بي اقول انس لا لا مو بندر هذا يقول كان خوي هلا ده ابو سعود قهرني قهر لا 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 بس انا شطفني هو شطفني قمت معه نفس الشيء هو شو ونط عليك ما دريت ها ما دريت رضيت انا لا خلاص خلاص يلا مشيت تبي توفيق تبي صوت زين تبي تسجيلات وفلوس تبي زواج تبي سيارة الصلاة يلا أبان هذا خلاص تبي فارس البزنس 3 تبي